فقط الاذكياء فقط. سؤال بقى الاذكياء فقط. يلا يا جماعه هصعبها عليكم قوي 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 قوي. بص بقى، شوف بقى مين بقى هنا شاطر في الحساب بتاع زمان بقى. يلا اول يوم اخر دوره يوم 15/1. يلا يا دكاتره احسبوا دي حامل في قد ايه. بص كده النهارده يوم 5/5 واول يوم في اخر دوره 15/1. يلا بقى شوف بقى تحسبوها ازاي. نطلع 10 ايام ازاي؟ لا 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 احسبها على الحسبه دي، احسبها على الحسبه دي. انا عايز الحسبه دي يا شباب. لا ما تقوليش شهر، ما عايز شهر. انا عايز اسابيع وايام، اسابيع وايام. لا اقطع الايام الاول، ممنوع الشهور الاول، ايام الاول ممنوع تقطع الشهور الاول، الايام الاول. حد عرف؟ عرفتوا؟ شباب والله دي كنا بناخدها، والله عارف السنه دي كنا بناخدها امتى؟ كي جي 1. اه والله انا فاكر ده، انا فاكر الكلام دوت على فكره، انا فاكره وانا كنت صغير خالص. ايه اللي يحصل بقى؟ كنا بنطلع الشهور من بعض ازاي؟ تبقى ادوها لدكاتره لبنت اخواتكم الصغيره. والله تحسبها 10 ل 10. بتعمل ايه؟ تقوم واخده شهر من ده، شهر. ده بقى شهر 4. وهي 30 يوم، الشهر يبقى 35 يوم، 35 يوم. تقوم طرحه ده من ده تاخد شهر، يبقى 20. وثلاث شهور. تبقى 20 35 خدنا شهر 5 يعني 30 يوم، و5 بقى 35 يوم. من 15 20 واربع شهور من 1 3 3 يعني 13 اسبوع، و20 يوم معناها اسبوعين و6 ايام. 15 اسبوع و6 ايام. لا ما احنا قلنا بقى يا دكاتره بقى احنا قلنا شهر 30 يوم. خلاص اتفقنا على 30، حتى فبراير 30 يوم. ماشي. على فكره لو انت حسبتها يوم زياده عني مش مهم، صح؟ يوم يومين مش مشكله. ها تاني تاني ده بجد. بص هنعمل ايه لما تلاقي هنا الرقم ده اصغر من ده؟ تعمل ايه؟ خد لك شهر، خد لك شهر اهو، شهر اهو. الشهر ده بيعمل ايه يا دكاتره؟ بيديك 30 يوم هنا، يبقى 35 من 15 20 و4 بعد 4، 4 من 1 3. طيب يلا بقى عشان بقى اللخبطه بلخبطه على لخبطكم بلخبطه السنين. يلا لخبطه السنين بقى. يلا يا دكاتره يلا بص بقى، يلا يلا احسب بقى. بص يا دكاتره يوم 5 5 النهارده اول يوم في اخر دوره 15/12/2013. لا خليك ذكي بقى، 14 ازاي؟ يلا يا شباب لخبطه السنين بقى، شوف هتحسبوها ازاي. احسبها لي كده، شوف هتطرحها ازاي. يا جماعه ما حدش قال شهور، انا عايز اسابيع وايام، لازم اسابيع وايام، ممنوع شهور. اسابيع تقول لي يا دكتور دي مثلا 10 اسابيع ويومين، 9 اسابيع ويوم، لازم كده 20 اسبوع ويوم اكيد 20 يوم. طيب بص يا جماعه هنعمل ايه بقى؟ صباح الفل صباح الفل، تهيس بقى، نبدا التهيس. بص يا جماعه هناخد يا دكاتره هنا ايه؟ هناخد شهر، هناخد شهر، يعني بقى كام؟ 4 صح؟ وده كام؟ 35. يبقى اطرح ده من ده بيساوي كام؟ 20. 20 يوم. اربع شهور من 12 ما ينفعش. خد لك ايه؟ سنه. سنه. سنه يبقى كام؟ 12 شهر على 4 كام؟ 16. 16 من 12 اربع شهور. يبقى أربع شهور و20 يوم، يعني أربع شهور يعني إيه؟ ثلاث شهور وشهر. خدت شهر وبعد كده خدت سنة. ثلاث شهور يعني كام؟ 13. وشهر يعني كام؟ 4 و2. وده كام؟ أسبوعين وست أيام. اجمع بقى. 13 و6 19 و8 أيام، ينفع كده؟ 20 اسبوع ويوم. يبقى خدت انت شهر ثم تاخد سنه. لا دي بقى دي 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 دكاتره هتجيب بقى ايه كتاب الكي جي 1 بتاع الحساب ده وتقعد بقى تشوف تطرح السنين من بعض. تطرح شهور السنين ازاي؟ كنا بناخد شهر 30 يوم، بعد كده تاخد سنه ب 12 شهر. خلاص.
تاخد شهر 30 يوم، بعد كده تاخد سنة 12 شهر ضيفهم. نعم. واحد اتنين؟ يعني واحد اتنين؟ واحد 30 يوم، كده كده 30، ضيف 30 برضه. ريب؟ ما تضيفي بقى، تروحي سبعة. وضيفي تسعة، إيه المشكلة؟ ضيفي شهر، خدي شهر برضه، إيه المشكلة؟ بقى 31، 31 واحد، 32 واحد، 1 2 32 واحد. 1 2 معناها 32 واحد، شيلي 7 أيام و9 شهور. 32 واحد. 32 واحد، اشرحي 7 أيام وضيفي 9 شهور. بس ما خدتهاش مش عرفتوها؟ وتقولوا لها النبي يا جماعه الله يخليك. يعني 32 واحد تروحي 7 ايام و9 شهور. طيب كده يا دكاتره احنا كده خلصنا الحمد لله رب العالمين الشيت بقى بكل افكاره. نخش بعد كده بقى يا شباب بقى على نخش بعد كده على على درس مهم جدا 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 وهو ابنورمال يوتراين بليدنج. المره دي في درس بليدنج المره الجايه ان شاء الله درس ريكارنت ابورشن، هي الحالات المنتشره جدا جدا في المستشفى. نبدا يا دكاتره بليدنج بقى، صح كام بليدنج؟ 45 85 85 يا دكاتره. شيت البليدنج قالت لي بقى شيت ابنورمال يوتراين بليدنج، ابنورمال يوتراين بليدنج. من يوم السبت الجاي بقى دكاتره عايزين بقى تبداوا تجيبوا بقى كده شات صغيره، شيتات صغيره. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا جيب لي كده مثلا تمام المستر هيستوري وسترك هيستوري واحنا نتابعك مع بعض، نتابع نقول عشان نقول لك بقى ايه الصح ايه الغلط. حرام يعني دي عندك انت الامتحان الجاي ده كله، الامتحان الجاي عباره عن 35 درجه. 35 درجة، واخدين بالكم؟ عندك في ستيشن، ستيشن، واخدين بالكم؟ ستيشن ديت في الشيت، ادي 5 درجات، لا ناخد اللي انت تدربوا عليه الأيام الجاية، ادي واحدة. يا جماعة ادي واحد. ال 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 الخمس درجات التانية عبارة عن سكيل لاب. سكيل لاب دوت اللي هي الملزمة الصغيرة دي قوي دي كده، عندك بس هما 2 اكزامينيشنز فقط لا غير، واخدين بالكم؟ 2 اكزامينيشن بس. سهل قوي قوي، ولا بعد كده اما اجيب لك بقى كده بقى هنا كده اللي هو الضمي ديت واعلمك عليها، تبقى انت في الكليه حتى برضو ومعاك الملزمه دي حلوه جدا، تبقى في الكليه تروح بالملزمه دي في اليوم السكيل لاب شوف هو بيقول ايه، هتلاقي نفسك مكتوب بالظبط والتشيك ليست بتاعتها كل حاجه تمام. ادي كده عندك 10 درجات من 35 درجه، فده 25 درجه. 25 درجه دي معايا فيها سؤال ابورشن، فيها سؤال بليدنج او بي سي او، فيها دكاتره كمان ريبورت. ادي كده انت عندك كده فاضل لك 2 ستيشنز بس. يعني احنا دلوقتي كده خدنا من السبعة ستيشن 5 ستيشنز، 5 ستيشن فضلنا 2 ستيشن فقط لا غير. اشتغل الايام الجايه دي كلها على 2 ستيشنز بس. ايه اللي يجي لنا بقى؟ يجي لنا بقى ايه بقى؟ ايه الخوازيق اللي هيجيبها دكتور حسن عواد؟ هيجي لنا حاجه في كده 2 ستيشن هم دول فيهم خوازيق، لكن في 5 ستيشن من دلوقتي مضمونين باذن الله. يعني 20 من 35 مضمونين، فاضل بقى احنا هنلعب في 10 درجات بالظبط. واخدين بالكم؟ فعايز كده الايام الجايه تاخدوا بقى شتات، تتعلموا بقى الاول وفي اخر دوره، الحسابات دي كلها تبقى انتوا لعيبه قوي فيها قوي في الراوندات، حلوه قوي. شيت البريدنج ده يا دكاتره شيت مهم قوي 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 قوي. اخر السنه يا دكاتره الدفعه كلها هتمتحن يا اما جاينا او ساتريكس، على حسب حظك تخش حاله جاينا ولا حاله اوبس. الحاله اوبستاتريكس في مواضيع مهمه كتير، ابورشن جدا، دايابيتس مهم جدا، رابشر ممبرينز مهم جدا، بري كلامسي، الحاجات دي كلها مهمه. لكن يا دكاتره في الجاينا في عندك موضعين كبار قوي 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 قوي. هتلاقي يا دكاتره ان 70% من اللي هيخشوا الجاينا هيخشوا بليدنج رسمي، بليدنج رسمي بليدنج. 30% هيخشوا الفيرتيليتي تمام. طب قلت الحاجات الثانيه لا، يعني مثلا ما شفناش ولا حاله جت مثلا قبل كده امينوري ولا حاله، ما فيش حد امتحن امينوري على مدار مثلا 3-4 سنين اللي فاتوا. حاله دي دكتوراه اصلا، امينوري دي عشان تدي لك في الامتحان ومناقشه ده ديسكشن صعبه. مثلا ما شفناش يعني مثلا حاله واحد في الدفعه كلها امتحن على انكونتيننس على فيستلا مثلا، كل ده موقف اضطرابي. يقول لك يا دكتور انا حاسس بنايه، ده جات لي فيستلا. ياه فيستلا؟ اقول لك دكتور الناس كلها بتحفي بليدنج وانفرتيليتي وانا جات لي فيستل. ده واحد بقى حظه منيل، وانا عارف الدفعه كلها ايه بس ما شاء الله حظها ايه يعني باين يعني، فمفيش مشكله ان شاء الله خير باذن الله خير ان شاء الله. فتذكروا الحاجات دي بقى مهمه، انت هتذكروها كل حاجه هتذكروها عشان دفعتكم دي يعني محظوظ. فالفكره يا شباب ايه اللي هو غالبا غالبا البليدنج ده غالبا الناس كلها بتحفي فيه. عادي بس نعرف المنتجات الكلينيكال ماشيه ازاي. اول صفحه عندك، اول صفحه عندك حاجه اسمها ايشو بريف. على فكره لسه ولادة دكاتره لسه ولادها فنها الفن بتاعها واللي عايز ياخد فيها عاليه جدا، هي لازم يبقى في نقطه معينه فيه مهم قوي. ايه بقى النقطه معينه؟ اللم.
يعني ايه اللم؟ يعني لازم يكون لم الليله. اللم ده مهم قوي يا دكاتره، نسى اولادك ايه على اللم؟ لم انا عمال افرش صح، بس هلمك بعد شويه تاني، لازم اخلي النسا دي حاجه قد كده. النسا دي هتبقى ايه؟ عباره عن كبسوله. انا براجع اخر سنه النسا دي في يومين، هي اللي حرفنا في اللم. انا عاملك دايما كده، بص حتى شغلي ازاي. اول حاجه عندك في ايشو بريف. يعني ايشو بريف؟ يعني خليناه بريف، يعني لميناه، عشان انت بعد كده اخر السنه هيبقى عندك انت الملزمه دي كلها عباره عن كام؟ عباره عن ورق كلها في الاخر. ايشو بريف دي اصلا ذاكرها في اخر السنه، بعد ما اعلمك بقى ازاي تاخد شيت ازاي وايه البوينتس اللي نسالها وكل حاجه. انا عايز منك بس ايشو بريف، هتقعد كل مره تقرا ايشو بريف وانتهى الموضوع على كده. خلاص؟ ايشو بريف دي صفحه مهمه قوي 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 قوي. ايشو بريف دي صفحه مهمه جدا، دي اللي هتلم لك الليله كلها، دي اللي تلم الليله كلها. دي يا دكاتره اول السنه بتقراها، لكن هي اللي هتذاكرها اخر السنه، هي دي اللي هتذاكرها قبل امتحان الكلينيكال. امتحان الكلينيكال ده على فكره بيني وبينكم يا شباب، بيني وبينكم يا دكاتره، ده اهم لجنه في الامتحان. ليه؟ هي عليها 50 درجه. حلو؟ وعلى فكره 50 درجه المفروض تكون مضمونه، الا بقى واحد حظه وحش قوي دخل مع برين سماح. برين سماح حل خلاص، دي بقى دي ما عند ربنا بقى، مالهاش حل. لكن باسمها كده لازم تقفلها، تقفلها مهما كان الدكتور على فكره. ليه؟ سهل قوي تخش لي في الفيرتلايزيشن اطلع لك في الجاينه، في التيومرز في الجاينه. يعني ايه يا دكتور محمد؟ انا ممكن اخدك كده النسا كلها كده على ولاده وش كده، واخدين بالك؟ اخدها اروح واجي عليها كلها، ان هي عباره عن برانش واحد، احنا قسمناها بس كده عشان خاطر ايه نشرحها لكم. ولا في نسا حاجه، هي حاجه واحده ده ايه؟ في ميل واحده نسا ولاده، ده مراحل من عمرها كلها اللي كانت تتاثر ببعض. يعني مفيش حاجه اسمها نسا ولاده، مفيش حاجه اسمها جاينه حاجه اسمها بتسترك، مفيش عينين، هم عينه واحده بتمر بمراحل. معايا يا شباب؟ معايا؟ فهم كلهم، انا قصدي ان الاورال ده ما تلمهوش مستحيل. انا ممكن الاورال ده الراجل هياخدك لازم هيوصلك لمرحله انت مش عارف السؤال ايه، لازم. لكن الكلينيكال هو هيسالك في موضوع واحد بس كلينيكال، هو ما بيطلعش بره، ممنوع يطلع، المفروض ممنوع يطلع بره. وعلى فكره 99% من الدكاتره بيلتزموا بهذا القانون، بيلتزموا بيه فعلا. في الكلينيكال دي اكتر لجنه مضمونه. ليه؟ فيها اسئله لو اتسالت فيها ما تطلعش براها. هتلاقي دكاتره اول حاجه في عندك ايشو بريف، تاني حاجه الصفحه اللي قدامها على طول هتلاقي فيه اسئله بالعربي، لان انتوا كلكم عندكم في مشكله رهيبه. ايه مشكله رهيبه؟ تبقى انت عارف يا دكاتره السؤال بالانجلش، او عارف هتسال، مش عارف تسال ازاي. مهم الكلينيكال ده لازم عربي، لازم عربي. ليه؟ لازم تقرا العربي. اوعى تقول لي لما يا دكتور اسال يعني اقرا مثلا تيومرز بالعربي يا دكتور اورامي، لا، ليها اسئله، ليها نظام. العربي لازم تقري، تقرا مره العربي، تقرا ان شاء الله مره واحده خلاص دخل في دماغك، عرفت تسال ازاي، عرفت الليله ماشيه ازاي، بس لازم تقري، لازم تقري العربي. اوعى حد يا جماعه لك عربي ايه يا دكتور؟ عربي ايه يا دكتور؟ ده سالت يا دكتور عربي ايه؟ يا جماعه خلي بالكم العربي ده مهم، تسالوا للعيانه ازاي؟ اللانجوج ازاي لازم تفهمه. دكتور حسن عواد اخر السنه نموذج تمبلت، يقول لك هو ده التمبلت بتاعي، تمبلت الجاينا، تمبلت الاوبس، يعني ايه؟ امشي زيه من فضلك، يقول لك امشي زيه بالظبط. انا عايز في الجاينا يبقى هو النظام ده كده، اوبس هو النظام ده كده. انا بقى كتبت التمبلت دي بتاع دكتور حسن عواد وكتبتها في كل الكيس كلها، بحيث انت اللي هتقرا اللي انا اكزامبل اللي انا حاططها دي، اكزامبل ده مش كاتبه انا كده عشان تقعد يعني تبص على اكزامبل طب والله كويس وهتقراه قرايه جرايد، لا، انا عايز تمبلت زيه بالظبط. وكاتب كمان جميع الحاجات المقترحه كمان في كل موضوع، جميع الاوبشنز او جميع الاحتمالات بتاع كل حاله. ده يتقري حلو قوي ويبقى انت ماشي بيه حتى امتحان او الراوندات. الراوندات مثلا بقى انت عارف من ايه بكره عندك حاله بليدنج، خلاص تروح التمبلت تاخد من العيان نفس النظام وليك نفس الاسلوب. احنا عايزين ده التمبلت، ده الاسلوب بتاعنا، هو ده. كل شيت ليه اسلوب، كل شيت ليه اسلوب، واخدين بالكم؟ فهي عباره متعود على التمبلت ده عايز تكرار منك كتير، لازم تاخد كذا هيستوري. فانا عايز كده كاتب انا اكزامبلز، اكزامبل دي تذاكر بجد مش هزار، تذاكر عشان دي اللي تمشي عليها باذن الله رب العالمين، تمام؟ في الشتات بقى اخر السنه كمان، خصوصا انت عندكم كمان في احتمال يعملوا نظام ان يبقى الكلينيكال هيتصحح. يعني انت هيبقى عندك، هما عايزين يقللوا شويه، دكتور حسن والدكتور عمرو نديم عايزين يقللوا شويه الاستاف الاجريسيف قوي، يقول لك الاستاف حرام، يعني واحد ياخد 5 من 50 عشان ابراهيم سماح، ولا دكتور محمد علي ابراهيم، ولا اشرف فوزي، واحد تاني يخش ياخد 50 من 50 تمام وممكن ما تسالش، فحرام. فيعمل ايه؟ فبيقسم الكلينيكال الى 25 درجه، 25 درجه يتصحح الشيت. 25 درجه على حسب الدكاتره ازاي بقى؟ 25 درجه يا دكاتره ده بقى ايه؟ ده اسئله اورال، لان في ناس كتير قوي مش عارفين الشيت، عارفين تلاقي في معظم زمايلكم ما حدش بيتصحح الشيت. خش اخر سنه يكتبوا شيت منيل ولا اي، وبعدين يخش امتحان مفيش وقت ان انا اقعد اسمع كل الناس دي كلها، بمتحن النهارده بس عندي 50 طالب، هقعد اسمع شيت من كل طالب؟ لا، فقول له دياجنوز ايه وخلص. فهم عايزين بقى ايه؟ عدوا المرحله دي بقى، دياجنوز لا، كل مره دياجنوز، واحد ياخد الشيت بقى كده دياجنوزس، والطلبه بقى يهملوا الشيتات ما ينفعش. فاتعمل السنه اللي فاتت النظام ده،
وكان لغايه اخر يوم هيطبق بس ما طبقش، مشاكل كده بس ما لقوش حد يقف على الطلبه ويصحح، في مشكله حصلت. بس في لجان صححت، السنه دي كله هيتصحح. واخدين بقى غالبا لغايه كله ده قانون لازم كله هيتصحح. فعليه 25 درجه، فلازم تعرف شيت كويس قوي. بعد التمبلتس اقلب كده هتلاقي بقى دكاتره على التمبلتس حاجه مهمه جدا، اقلب كمان بعد التمبلتس هتلاقي دكاتره اقلب كمان التمبلتس، اقلب كل التمبلتس شوف قد ايه، شوف قد ايه عشان خاطر مفيش اي فكره تضيع منكم. بعد التمبلتس بقى في كويستشنز، يعني ايه كويستشنز؟ يعني ايه يا دكاتره؟ يعني يا دكاتره الموضوع فيه كويستشن اند انسر، سؤال واجابه. على فكره يا شباب اخر السنه هتذاكر دي بس، على فكره كمان حتى الاورال بيجي منها. يعني الاورال انا هسيب الدايبيتس ولا بري كلامس اسالك في ايه؟ هسيب البليدنج ولا انفريد اسالك في ايه ان شاء الله؟ دي مواضيع اساسيه، فتلاقي حتى الاورال جاي من هذه الاسئله، الاسئله دي مهمه قوي تذاكرها اخر السنه كلينيكال واورال. في الكلينيكال ما يطلعش بره، ملتزم بيها. كلينيكال ملتزم بيها. اورال يطلع بره زي ما هو عايز. طب نبدا دكاتره بقى اول شيت عندنا بقى. دكتور محمد عايزين نفهم بقى الشيت يا دكتور ناخده ازاي؟ في مشكله كبيره قوي ان احنا كلنا اتدرس لنا الشيت، اتدرس لنا الشيت يا دكاتره. يعني انا كنت زيكم في البطنه كنا نجيب الملزمه ونقعد نحفظ صح؟ ولا انت مش هو كان كده؟ تمسك شيت تقعد تحفظ في الشيت، وايه بقى العيله جالها كم مره اسهال وجندس امتى ولون مش فاهمين الشيت ماشي ازاي؟ كنا نقعد نحفظ الشيت، البوينتس نحفظها وخلاص، والعربي تم ونحفظ، الموضوع كان يعني عقيم جدا وكان صعب جدا ومش فاهمين الشيت ده ماشي ازاي؟ تقعد تحفظ اقول يا رب انا معقول احفظ كل الاسئله دي كلها؟ كانت حاجه معقده قوي. لغايه بقى دكاتره ما فهمنا يعني ايه شيت، لما كبرنا بقى فهمنا يعني ايه شيت، الشيت ده ليه فلوسفي؟ ليه سيستم؟ بس غصب عنك هتحفظ السكيلتون. ايه بقى السكيلتون بقى؟ اللي احنا خدناه يا دكاتره تحت عنوان جنرال شيت، اللي خدناه في اول محاضره جنرال شيت. ايه جنرال شيت عباره عن ايه؟ ان انا عندي في واحده ست بتعامل معاها، فانا عندي فيه سته بوينتس في الشيت بسال عليهم. ايه ستة بوينتس؟ اول حاجه في عندي البيرسونال هيستوري. تاني حاجه كومبلين اند هيستوري اوف بريزنت، انا اكلم جاينا بقى. بريزنت النس. في منسترول اللي يجي الامتحان الجاي، هو الاوبستاتريك الامتحان الجاي ده اخر السنه. وكان في باست هيستوري وفاميلي هيستوري، صح كده ولا مش صح؟ ستة بوينتس هتحفظهم، تعرف ايه الاسئله بتاعتهم، وعلى فكره ما بيتغيروش مع اي حاله. ثلاثيات وتسع نقط مجمعينهم حلو قوي. وكنا دخلنا في هيستوري بريزنت النس قلنا ان هو عباره عن خمسه بوينتس افكركم بيهم. كان اول حاجه بجيب الكومبلين بعملها اناليسيس. ايوه دي اللعب بتاعنا بقى، هو ده اللعب. بعد كده بقى نخلص الكومبلين مساله على اذر سيمبتومز افكركم بيها، مساله على بين وبليدنج وستشارج وماس ابدومينال او فاجينال وامينوريا. فاكرين حاله قلت لكم عليها الامينوريا كانت عندها 48 سنه وكان عندها بليدنج وسالتها قلت لها ماما الدرجه اتقطع عليك؟ قالت لي اه دكتور، فعرفت ان هي بريجننس، ان هو بريجننس ان هي كانت بريجننت. فاكرين مش فاكرين؟ تمام. فمساله على ايه؟ على بين وبليدنج ستشارج وماس، سهله قوي، ابدومينال فاجينال امينوريا انكونترنس انفرتيليتي ومين؟ برايتس فالفي، سهله قوي. بعد كده اقول لها ايه الانفستيجيشن اللي عملتيها؟ ايه الانفستيجيشنز دان؟ ايه التريتمنت ريسيف؟ والسؤال اللي الكلام الفارغ بقى بتاع كل مره اذر ايه؟ اذر سيستمز، عندك يا ماما اي مشكله في اي اورجان تاني؟ اي مشكله في اي مكان تاني؟ مش هي دي كانت خمس نقط عندنا؟ ايه دي خمس نقط اللي انتوا حافظينها؟ ده السكيلتون تحفظوه صم، السكيلتون ده اللي هنمشي عليه ده سكيلتون، ده بسميه جنرال شيت، يعني انا همشي في الجاينه كلها كده، امال اللعب بتاعنا فين؟ اللعب بتاعنا هنا، هو اللعب بتاع النهارده هشرح دي، هشرح العينه دي هتقول لك ايه؟ هتحلل ازاي شيت البليدنج ازاي؟ لازم تحلله. فانا همشي بالسيستم دوت، ان انا لما يجي لي هيستو بريزنت النس هسال على الاتي، اول حاجه شكوتك ايه يا ماما؟ وهفصصها. الاعراض الثانيه اللي هي عباره عن اسئله دكاتره تم في كل عيانه، عندك بتحسي بوجع، عندك فيه افرازات، عندك فيه نزيف ما اعرفش الكومبليني، عندك فيه نزيف بينزل عليكي، عندك مشكله في الخلفه، مشكله في الضوء، انفرتيتي امينوريا، مشكله في التحكم في البول، انكونتنس، هرش من تحت، اورام في البطن او من تحت، اسئله في كل عيان، خلاص. عملت ايه في الحصات؟ هتقول لك. مش تحفظ حاجه، هي هتقول لك، يا دكتور عملت كذا وكذا، هي هتقول لك، خدت ايه علاجات؟ هي هتقول لك، خدت يا دكتور كذا واكتب، خدت كذا وكذا وكذا. عندك اي مشكله في اي مكان تاني؟ اذر سيستمز، بس سيمبلي جدا. الهيستوري اللي جات لو انت سيستمته تلاقيه سهل قوي. كومبلين ماشي دي فيها لعب، ماشي بعد كده اذر سيمبتومز، انفستيجيشنز، تريتمنت، اذر سيستمز. طب يا دكتور محمد عايزين نعرف بقى الكومبلين نحله ازاي؟ انا عايز بقى دكاتره طلبتي بقى يبقوا ايه؟ يبقوا بيفهموا قوي، واعيين قوي ازاي؟ انا عايز اديك بقى دكاتره فلسفه الشيت. يعني ايه فلسفه الشيت؟ يعني لو انت قلت لي في الشيت
إجابات لثلاث أسئلة أنا بفكر فيهم. ده اللي اسمه ايديال شيت. إيه بقى دكاترة؟ في ثلاث أسئلة كلهم بيبدأوا حرف السي. سي سي سي. لو أنت جاوبت عليهم يبقى أنت كده 10 على 10. إيه بقى دكاترة؟ عايز أعرف أول حاجة الـ cause of this condition. الـ cause of this condition. الـ clinical picture of this condition. الـ complication of this condition. يعني دكاترة بص كده، أنا هلعب في ثلاث محاور بس، اللي هو دكاترة الـ cause و clinical picture complication. في كل شيت كده، في كل، وأنا منقي على فكرة أصعب شيت فيهم. تخيلوا بقى اللي أنا هشرحه ده أصعب شيت. ده أكتر شيت فيه تفكير، أكتر شيت فيه أسئلة بره. مع ممكن تبقى صعبة عليك، تخيل ده أصعب شيت معايا، هشوف بس ده هيبقى سهل إزاي. الباقي بعد كده تلاقيه بقى انت بتقوله من غير ما انا اتكلم. ده المشيت الجاي بتاع الابورشن انت هتقوله لوحدك، انا مش هشرح في حاجه. هقول لك هلسه على ايه؟ انت تقول يا دكتور هلسه على كذا وكذا وكذا. بص يا دكاتره، دايما هلسه على الكوز وكلينيكال بيكشر وكومبليكيشن. طيب ازاي يا دكتور؟ احنا تعالى نطبق بقى على شيت البليدنج. يلا يا جماعه، ده البليدنج اللي هو ابنورمال ترامبلينج. خد معايا بليدنج هيعرف ان الاسباب ايه بقى؟ هقول لك اسباب ايه. كانوا خمس اسباب. كان اول حاجه جنرال في الجسم كله، وفكرك بجنرال كان مين ومين ومين؟ كان ليفر ديزيز، وكان رينال ديزيز، وبلاد ديزيز، وهايبرتنشن، وهارت فيلير، واندوكراين. نفس الاسباب. ماما عندك اي مشكله في الكبد؟ عندك اي مشكله في الكلى؟ عندك ضغط عالي؟ عندك مشكله في القلب؟ بتاخدي اي ادويه تعمل النزيف؟ عندك اي مشكله بتنزف من اماكن ثانيه؟ بليدنج ديس اوردر. عندك مشكله في الغده؟ عندك سكر؟ بس يبقى انا الجنرال. طب دكتور محمد انا نسيت يا دكتور محمد الكلى. مش مهم. ايه يعني؟ هو انت وانت ممكن تحفظ الشيت ده كله يعني؟ ايه يا عم تنسى؟ بس اهم حاجه تتلعب في الجنرال. اوعى تنسى الجنرال كوزز كلها، اوعى تنساها. هتديني كام واحد؟ انا هعدي. ما انا عارف يا دكاتره برضه انت طالب، برضه ما انت طالب برضه يعني، انت اكيد برضه مش بروفيشنال زينا يعني. احنا قاعدين شغالين في كام دوت ده، انا بنام تلاقيني عمال اسمع نساء ولاده يعني، ده عادي بتاعنا. ما ده شغل 24 ساعه في 24 ساعة. فاحنا بالنسبه لنا غيركم. فانت لما تنسى حاجه مش مهم، بس اوعى تنسى حاجه. تنسى ايه؟ تنسى الجنرال او اللوكال. زي اللوكال زي ايه؟ زي تروما، انفلاميشن، نيوبلاستيك. خبطت يا ماما؟ هل جالك نزيف ده بعد خبطه؟ بعد خبطه تروما. هل يا ماما جالك التهابات؟ عندك التهابات وافرازات انفكشنز. هل عندك اورام وعينيك بتصفر؟ وزنك بيخس. ده كلها ايه؟ عباره عن تيومرز. هل حاسه ان في عندك اورام وزنك بيخس مع عينك اصفرت؟ ده كله ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيومرز. اوعى تنسى كونسبشن. احكي لي يا ماما من فضلك، هل جالك هذا النزيف بعد فتره الدوره كانت مقطوعه عليكي؟ يعني دي بنسميها كونسبشن. جالها بليدنج بعد فتره كان عندها امينوريا. اه يا دكتور انا اكتشفت حاله كده، اكتشفت حاله كده. كان عندها الفيميلتي، كان عندها بليدنج بعد ايه؟ بعد امينوريا. ده كان عباره عن ابورشن. بس على مين؟ على الكونسبشن. يعني كان في فتره الدوره كانت مقطوعه عليكي قبل هذا النزيف. اخر سؤال ايه كمان؟ ايه رابع سبب كمان؟ رابع غير جنرال، لوكال، كونسبشن، و كونتراسبشن. من فضلك ماما قولي لي بقى، ما هي وسيلتك لمنع الحمل؟ لو يا دكتور اقراص مفيش اي وسيله. تمام، يبقى انا اعرف الكوز منين؟ جنرال ولا لوكال؟ كونسبشن ولا كونتراسبشن؟ في سبب كمان على فكره بس مش عارف اسال عليه. ليه؟ لان هو بيتشخص باي اكسكلوجن، ما ينفعش اسال عليه. اللي هو مين ده؟ اللي هو ديس فانكشنال. بس على جنرال، بس على لوكال، على كونسبشن، على كونتراسبشن، ده كده مفيش ايه؟ ديس فانكشن. ولا يا ماما هل عندك نزيف في اماكن ثانيه؟ اخبار الكبد ايه؟ اخبار الكلى ايه؟ اخبار القلب ايه؟ عندها ضغط عالي؟ وات ايفر. لوكال لو عندها تروما، لو عندها دكاتره انفلاميشن، لو عندها تيومرز، كل دوت. جالك بعد فتره الدار مقطوعه عليكي، جالك النزيف ده يا ماما ده من وسيله تستخدميها رسم على الحمل، لولب، اي حاجه. نيجي بقى كلينيكال بيكتشر بقى. كلينيكال بيكتشر، فاكرين كلمه البطنه الشهيره جدا جدا؟ كنا بنقولها دايما في البطنه دايما، الاو سي دي. مش اوبسيسيف كومبالس ديس اوردر، لا لا، او سي دي اللي هو عباره عن ايه يا دكاتره؟ اللي هو اونست وكورس وديوريشن. بدا معاك امتى النزيف؟ واستمر فتره قد ايه؟ ديوريشن. وبيزيد ولا بيقل؟ اونست كورس ديوريشن. بس عليه كمان على الاماونت. ماما الكميه اخبارها ايه؟ كميه تقول دكتور كميه قليله او كميه كتيره. عارفين الكميه تعرفها ازاي؟ الفيميل تعرفها يا دكاتره كميه الدوره. الاماونت الريفرنس اماونت بتاعتي هي الدوره. لو الدم اكتر من الدوره هيفي، لو اقل من الدوره مايل، يا مايل يا هيفي. واخدين بالكم؟ طالما قد الدوره مايل، اكتر من الدوره يبقى ده ايه؟ هيفي منستريشن. طب اماونت باكد عليها بمعلومتين كمان.
عشان اتاكد ان هي فعلا اماونت كتيره في معلومتين ياكدوا عليها كمان. ايه بقى يا دكاتره؟ الكالر والكلوتس. الكالر والكلوتس عشان يطلع دكتور الاماونت كام ده قوي. طب اتاكد تاني ماما لون الدم لونه عامل ازاي؟ في لونين، يا تلاقي لون الدم غامق قوي، لون الدم غامق غامق، لون الدم غامق. لو لون الدم غامق يا دكاتره يبقى دم كتير ودمه قليل. قليل ليه؟ بيتجمع جوه بعد كده ينزل لها، بعد كده يطلع لون عارفين زي مين؟ لون غامق زي مين؟ زي المسد ابورش، فاهم؟ دم كده وينزل لك لون غامق. هنا بقى انا مش هو المسد ولا حاجه، ده جاينا دي واحده مش حامل، بس لونه غامق. تلاقي لون دم يا دكتور بينزل دم اسود كده، اه يبقى ده بيتجمع جوه وينزل بعد شويه. فهنا تلاقي الكلر هنا ايه؟ غامق. غير كده يا دكتور لا، ده الدم يا دكتور بينزل احمر زي ما يكون كده حاجه مدبوحه، اه يبقى ده دم كتير، ينزل دم فريش، يبقى ده حاجه مدبوحه كده يعني، ده زي حاجه مدبوحه، لا يبقى كميه دم ايه؟ دم كتيره. يبقى عندي الكلر كل ما كان غامق كل ما كان قليل، كل ما كان فريش كل ما كان كتير. طيب كلوتس، يلا بقى مين يقول لي بقى كلوتس؟ نزول الكلوتس معناها الدم كتير ولا قليل؟ كتير بقى، احنا قلناها دي ولا ما قلناهاش؟ فاكرين لما احنا قلنا دكاتره كلوتس لما تلاقي فيه كلاكيع زي الكبده؟ طب يا ماما احكي لي من فضلك، هل يا ماما بينزل من الكلاكيع زي الكبده؟ حد كده زي الكبده كده، اقول لك بينزل من الكلاكيع زي الكبده كده، اه يبقى ده فعلا انت عندك حق، يبقى الاماونت فعلا هيفي. اخر سؤالين عندنا، ريليشن تو منسس وريليشن تو كويتس. عايز حد يقول لي يا دكاتره يعني ريليشن تو منسس يعني ايه؟ يعني اخطيب الدوره. مين يقول لي يا دكاتره دكتور على فكره الدم بيجي لي مع الدوره بس؟ الدوره بتجي لي بتغرقني، دوره كتيره قوي ايام وكميه، بنسميها ايه؟ مينو راجيا. دكتور لا الدم ملوش علاقه بالدوره يا دكتور، الدوره بتطهر منها بقى ينزل من شويه دم وبعد كده في نص الدوره، يعني ملوش علاقه بالدورات، في النص كده بس. ده بنسميه ايه؟ مترو راجيا. يعني ايه مترو راجيا؟ يعني ايه؟ يعني ايه سايكليك، ليس علاقه بالدوره، دم بين الدورات اسمه مترو راجيا. او تقول لك العيانه يا دكتور ده الموست كومن، انا عندي يا دكتور دم طول الشهر، والله انت ما عارفه دوره من دوره مش من دوره، قلت انا غرقانه على طول، دم باستمرار غرقانه بحر نزل مني. بنسميه ايه يا دكاتره الدم ده؟ بنسميه ايه؟ هذا الكاركتر ده الموست كومن، ده الموست كومن فورم، بنسميه ايه بقى؟ مينو مترو راجيا. لسه تقول لي هنا ريليشن، عارفين ليه يا دكاتره؟ عشان يا دكاتره عندي حته خدتها في الكلينيكال، خدتها بس في النظري، قلتها في النظري. عارفين كده كان في كده في الهاند رايتنج كده كان في راسم لك رسمه، لو مينو راجيا افكر في ايه؟ لو مترو راجيا افكر في ايه؟ لو بولي مينوريا افكر في ايه؟ اي فورم من ده بيعرفني الكوز، ولا نسيت الكلام دوت؟ لو مينو راجيا، لو مترو راجيا، لو بولي مينوريا، كل فورمه ليها كوز، صح؟ اخر سؤال عندنا خلاص، ريليشن تو كويتس، يعني يا دوب مدام هل النزيف ده بيجي لك بعد انتركورس؟ على فكره لو جالك بعد انتركورس بنسميه كونتاكت بليد. يعني ايه كونتاكت بليد؟ يعني ايه كونتاكت بليد؟ ده معناها كونتاكت بليد معناها دكاتره بليدنج اون كونتاكت زي انتركورس مثلا، او زي الدكتور يفحصها بي في دكتور بعد اخر فحص دكتور عملت لي فحص لقيت دم رهيب مش عايز يقف، او ممكن دكاتره دكتور انا بعمل دوشز بدخل كده دكتور كده بزوز كده واخره كده في زي كده زي الكوره كده بلاستيك كده تقوم قوم ايه دايس دخل حاطه ميه سخنه وادوس الميه السخنه تقوم طالعه بقى ايه اغسل من اشطف من تحت اتشطف. فديت هنا بيحصل لها ساعات بليدنج، لما يحصل لها كونتاكت بليدنج ده دكاتره غالبا عندها ايه بقى؟ غالبا عندها مشكله في السيرفكس زي تيومر، تيومر في الفاجينا، تيومر جاي من اليوترس بالمنظر ده كده. مع لو اتلمس البوليب نازل من اليوترس او مشكله في السيرفكس زي تيومر او انفلاميشن او في الفاجينا تيومر او انفلاميشن، لو اتلمس الحاجات دي كلها بكويتس بدوشز بي في بيحصل بليدنج. طب ليه دكتور مركز عليه قوي كده ليه؟ عشان في قول ماثور مهم قوي، اكتب معايا هذا القول الماثور مهم جدا جدا جدا. اكتب معايا هذا القول الماثور. اني كيس any case اي حاله any case of contact bleeding contact يعني كويتال او بي في او دوشز any case of contact bleeding any case of contact bleeding is considered ايه؟ حد يعرف؟ الله برافو عليك. It's considered كانسر سيرفكس تيل بروفد اذروايز. اي حاله بيجي لها نزيف بعد الانتركورس او بعد البي في اكزامينيشن او بعد الدوشز بنفكر انها تكون كانسر سيرفكس تيل بروفد اذروايز، بيرعبنا الكونتاكت بليدنج كانسر سيرفكس تيل بروفد اذروايز.
الكومبليكيشن يا اما يحصل لها انيميا او شوك ويتنى لها دم بلس بلاد ترانسفيوجن. بس كده احنا كده خلصنا الدكاتره. بص كده بص كده القصه ظريفه ازاي. هي القصه كده ان انا عندي كومبلين بس على ايه؟ على كوز كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن، كوز كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن. الكوز اسال على جنرال، على لوكال، على كونسبشن درجه الموضوع عليك، على كونتراسبشن. الكلينيكال بيكتشر دكاتره اسال على ايه بقى؟ اون كورس ديوريشن اماونت، اكد عليه بسؤالين تانيين، الكالر والكلوتس. على فكره الابورشن الجاي هو نفس الشيت، ما هو كله بليدنج، نفس الشيت بالظبط الابورشن الجاي مع ريليشن تو مانز. هل نوعها مينوراجيا ميتوراجيا بوليمينوريا؟ ريليشن تو كويتس زي بوست كويتال بليدنج او كونتاكت بليدنج. اي واحد جالها كونتاكت بليدنج يفكر دي كانسر سيرفكس ديل بروفد اذروايز. كوميونيكيشن انيميا او شوك. يبقى دكاتره مره ثانيه اسالها مره ثانيه، مدام عندي مشكله في الكبد، مشكله في الكلى، مشكله في الغده، تنزف من اي مكان ثاني، عندك عالي، عندك القلب، عندك التهابات من تحت، في عندك اورام، عينك بتصفر، وزنك بيخس، جاتلك بعد خبطه، هل جالك بعد فتره كانت ضلمه مقطوعه عليكي امينوريا؟ هل بتستخدمي اي وسيله معينه للحمل؟ بدا معاكي امتى؟ بقاله قد ايه؟ بيزيد ولا بيقل؟ الكميه قد ايه؟ لونه ايه؟ هل في كلكيه زي الكبده ولا مفيش؟ معايا كتب معايا معايا الكلام ده كله. طب علاقته ايه بالدوره يا ماما؟ احكي لي علاقته ايه؟ ايه الفورم بتاعه؟ هل بيجي بعد جماع ولا لا؟ هل عمل لك انيميا او عمل لك ضغط قوتي او اتنقل لك دم ولا ايه بالظبط؟ بس كده. ده دكاتره بليدنج. بص يا دكاتره المفهوم بتاع الشيت، اي شيت كده اي شيت كده، سواء كان جاينا سواء كان اوبستاتريك سواء كان بطنه سواء اي جراح اي حاجه، اوعى تنسى تسعى ثلاث اسئله بس على الكلينيكال بيكتشر. قبلها الكوز كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن. لو انت قلت على ثلاث اسئله دلوقتي ده احسن شيت في الدنيا. اقلب بقى كده على الاسئله. بص يا دكاتره اول سؤال عندنا، اول سؤال عندنا الكوز. لا خلاص سهله الكوز سهل يا دكاتره. يلا يا شباب الكوز عندنا فيه ايه بقى هنا؟ الكوز عندنا فيه مين؟ لا راجع انا عايز المره الجايه نبقى جايين مذاكرين الابورشن. ليه؟ لان راجع الابورشن يا دكاتره هراجعه برده كده اسئله واجوبه كده. اول حاجه يا دكاتره عندنا فيه جنرال كوز ولوكال وكونسبشن وكونتراسبشن وديسفانكشن. شفت ازاي عمال المواضيع كلها بتلبس في بعض ازاي؟ يعني هنا نظري بيخدم الكلينيكال والكلينيكال يخدم النظري، يقعد يحفظنا بقى. نمشي احنا كلينيكال ونظري كده تلاقي ان عمال كل حاجه عملنا تعاد 70,000 مره. خلاص بقى ريسيت. اتحدى اي حد ينسى ان الكوز اوف بليدنج يا اما جنرال يا اما لوكال يا اما كونسبشن يا كونتراسبشن يا ديسفانكشن. جنرال قلب وكبد وهارت، لوكال ترو تيومرز انفكشنز معايا تروما معايا دكاتره او ممكن مستينيس زي برولابس ولا حاجه. كونسبشن كونسبشن زي مين؟ زي ابورشن، زي اكتوبك، زي فيزيكال هرمون. كونتراسبشن كل سنه الكونتراسبشن كلها بتعمل بليدنج وديسفانكشن. عايز حد يقول لي يا شباب ما هو الديفينيشن اوف ديسفانكشنال يوتراين بليدنج؟ عباره عن ايه؟ مين يقول لي؟ يعني ايه ديسفانكشنال؟ يعني ايه؟ يعني ايه نزيف رحمي وظيفي؟ نزيف رحم عباره عن ايه؟ المشكله فين؟ ايوه تمام. فكده احنا الدكاتره قلنا النزيف، ايوه برافو عليك، يا اما النزيف بسبب ابنورمال اكسس هايبوثلاميك بتويتري اوفيريان. فكده هنا اليوترس دوت كان فينا بالانس بين ايه وبين ايه؟ بين فازو دايليت بروستاجلاندوم والفازو كونستريكتور. فكده مش فاكرين، يا اما ابنورمال اكسس، يا اما ابنورمال اكسس ابنورمال هايبوثلاميك بتويتري اوفيريان، يا اما دكاتره انكريز ان فازو دايليتور بروستاجلاندين. واللي كان فيه كان فيه نوعين كبار قوي، نوع اسمه ايه؟ نوع اسمه ايه؟ اوفيلر، والنوع الثاني اسمه انوفيلر. كان فيه لخبطه بس فيه اوفيليشن اسمه اوفيلر 80%. في نوع ثاني فيه لخبطه، قمه اللخبطه، قمه المسخره، معايا ده هنا انوفيليشن وده كان 20%. لو انت فاكرين الاوفيلر، فاكرين يا دكاتره الاوفيلر ده كان فيه اول حاجه ايه؟ تلاقي هنا دي زياده قوي. كنا بنسميه انهي مرض ده لما الدنيا تزيد قوي بنسميه ايه؟ فانكشنال مين؟ مينوراجيا. لما تزيد الباص ده ليتر دكاتره بيعمل فانكشنال ايه؟ مينوراجيا. الناس ما سمعتش الكلام ده قبل كده طبعا، الكلام ده بالنسبه لهم غريب قوي. فانكشنال مينوراجيا عباره عن ايه؟ عباره عن انكريز فازو دايليتور بروستاجلاندين اسمه فانكشنال مينوراجيا. طب مين يقول لي يا دكاتره انهي مرض ده؟ الفولك دي بتقعد تكبر 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 يحصل
اوفيليشن تكون الكوربس لوتيوم. تمام. مين يقول لي بقى المرض اللي بيحصل فيه very rapid maturation of these follicles؟ بقى بتاخد لها اسبوعين، تاخد لها اربع ايام، ثلاث ايام، بحيث يكون مجموع 14 يوم بتاع اللوتيال فيز والفوليكلر فيز اقل من ثلاث اسابيع، يجي لها الدوره في الشهر مرتين، بنسميها ايه بقى؟ فانكشنال بولي مينوريا، فانكشن بولي مينوريا، برافو عليك. طب مين يقول لي اذا جت الحاله اللي بيحصل فيها ان هذا الكوربس دوت يموت جزئيا بدري، بنسميها ايه؟ لوتيال فيز ديفكت او كوربس انسفشنسي. شفت جالنا في الاوبستريك ازاي؟ وده في الجاينا بيعمل بيدنج ازاي؟ تمام، وهيجي موضوع هنشرحه لوحده لوتيال فيز ديفكت. طب مين يقول لي يا كابتن لو في موت جزئي متاخر، بمعنى ايه؟ ان هو معظمه مات كله ات سيم تايم، وفي حبه كملوا معايا شويه، يعملوا حاجه اسمها ايه بقى؟ بوست منسترال سبوتنج. طب مين يقول لي ايه اهم مرض بيعمل الانوفيلر؟ انوفيلر ديسفانكشنالي، انوفيلر كان اسمه مترو باثيا هيموراجيا، بين قوسين اسمه ايه؟ اسمه شرودر ديزيز، شرودر ديزيز. طيب سؤال يا دكاتره بقى، ايه الانفستيجيشن او ديسفانكشنال؟ انفستيجيشن ايه هنا يا دكاتره؟ انفستيجيشن ايه هنا؟ استبعد مين؟ جنرال. واستبعد مين يا دكاتره؟ اللوكال. يعني نعمل ايه مثلا؟ نعمل سي بي سي عشان لو في مثلا عندنا نقص في بليتلتس ولا حاجه معايا؟ نعمل ليفر فانكشن، نعمل رينال فانكشن، نعمل بي تي، نعمل بي تي تي، كرودنج تايم، بليدنج تايم. لو جنرال كله نورمال واللوكال، اوعى مين يفكرني يا دكاتره بالراجل الفاشل دوت اللي فشل في الطب وفشل في الفلسفه وفشل في الطب البيطري ولكنه طلع باحسن سكريننج تيست فور تيومرز، اللي هو مين؟ اللي اسمه ايه؟ بابا نيكلاو، اللي عمل بابا نيكلاو سمير، صح؟ باب سمير. ممكن يعمل باب سمير، ممكن يعمل هيستروسكوب، نعمل الترا ساوند، كله نورمال، جنرال نورمال، لوكال نورمال. لو كل نورمال يا دكاتره دوت يبقى ده معناه ايه؟ معناه ديسفانكشنال. في العلاج بتاعه اوعى تنسى في ستيبس، في هيراركي، في سيستم، في الجوريزم. يعني ايه الجوريزم؟ يعني في ستيبس. اول ستيب بعملها ايه في الديسفانكشنال؟ اول حاجه بعملها ايه؟ ديسفانكشنال اول حاجه بعملها ايه يا دكاتره؟ واحد جاي ديسفانكشنال بيبقى اول حاجه اعملها ايه؟ خس. وستوب مين؟ سموكينج، واديها فيتامينز ومينرالز. لو ده فشل اديها هيموستاتكس. في سؤال في السب جروبس، لو اول حاجه بقى دكاتره تم بعد الهيموستاتكس ايه بعد كده؟ هرمونز زي مين؟ يا بروجسترون يا سي او سي، يا بروجسترون سي او سي. امال امتى ادي ايستروجين؟ امتى؟ لو كان لايف سيفنج، لايف سيفنج بس، لايف سيفنج، عيال بتموت اديها ايستروجين. لو فشل هرمونال زي بروجسترون او سي او سي معايا، هخش على ايه بقى؟ على السيرجيكال. اعمل ايه في السيرجيكال؟ تحتيه اسمها دي ان سي. دي ان سي هنا ايه وايه؟ دياجنوستيك اند ثيرابيوتيك. تمام. طب لو فشل دي ان سي هنعمل ايه؟ عم عادل ادهم بقى، نعمل ايه؟ لو صباع الصغير بيوجعني اعمل فيه ايه؟ اقطعه. اعمل ايه؟ هيستكتومي. طب سؤال تاني يا دكاتره، لو جات لك بنت صغيره، لو جات لك بنت صغيره، شوف بقى السؤال ده تعرفوه ان شاء الله. بنت صغيره في اول في اول في اول سبع ايام من عمرها بتنزف، اول سبع ايام، يعني يومين ثلاثه اربعه خمسه سته، اول سبع ايام بتنزف. ست كده جايبه بنتها الصغيره كده لسه مولوده خلال اسبوع، لسه نيونيت معايا دكاتره، نيونيت قوي يعني لسه بدري قوي، وبتنزف. دكتور هي ايه اللي حصل لها يا دكتور؟ ليه بتنزف ليه؟ حد يعرف؟ بنسميها الحركه دي بنسميها ايه؟ بنسميها بيرث كرايسيس. يعني ايه بيرث كرايسيس؟ يعني ايه يا دكاتره؟ ان هذه البنوته ديت وهي انترا يوتراين وهي جوه بطن مامتها، ايه اللي بيحصل بقى يا دكاتره؟ كان بتعدي هرمونز من مامتها ليها. ترانس ايه يا شباب؟ ترانس بلاسنتال، ترانس بلاسنتال. فعمل بيلد اب للاندوميتريوم، بيلد اب، عمال يبني اندوميتريوم. بنت اتولدت، الليفر بيكسر هرمونز، ما بقاش عندها هرمونز، يحصل لها ايه؟ يحصل لها منستريشن. يعني هو انترا يوتراين كان بيجي لها هرمون من مامتها، ايسون بروجسترون، بنى الاندوميتريوم بتاع البنت الصغيره اللي جوه دي، بناها. لما البنت اتولدت ما بقاش عندها هرمونز، سحبنا كل هرمونز، حصل لها ويزدرول اوف هرمونز، ما بقاش عندها هرمونز، يحصل لها منستريشن. اطمن عيانه اقول لها يا مدام ما تقلقيش ان شاء الله اول واخر مره تنزل لها منستريشن لغايه بقى ميعاد ان شاء الله، ميعاد الايه؟ بيوبرتي. تمام. طب ايه السبب يا دكتور؟ اقول لها انت السبب. ازاي؟ الهرمونز اللي جايه منك انت، اللي جت هنا انترا تراين وعديها بلاسنتا وجت للبنت، فبقى عملت بيلد اب للاندوميتريوم، فلما البنت اتولدت ما بقاش عندها هرمونز نزلت منها.
طب انتوا عارفين البيبان دي بيبقى عندها حاجه غريبه قوي. البنت ديت لسه مولوده دي بيبقى عندها حاجه غريبه جدا جدا جدا. بص كده على صدرها، تلاقي صدرها كده كبر، دوس عليه ينزل لبن. عارفين بيسموه ايه ده يا دكاتره؟ بيسموه اللبن اللي بينزل. حد خد في الجراحه خدتوها؟ جدع، اسمه لبن الساحرات، كانها مسحور لها كده. معايا؟ في حاجه كده سحر كده في الموضوع، ازاي بنت صغيره كده نازله وبترضع؟ ازاي الكلام دوت؟ اسمه ويتش ميلك. تعرفين ليه ويتش ميلك ده حصل ليه؟ مين يقول لي حصل ليه؟ فاكرين القانون بتاعنا اللي خدناه من شويه ان ايستروجين انكريز برولاكتين بات بلوكس اتس اكشن. بنته هي جوه برضه مامتها كان عندها برولاكتين عمال يعلى من الايستروجين جاي من مامتها، كان بيعلي لها برولاكتين. فعمل لها كبر لها البريست، اتولدت مفيش ايستروجين. برولاكتين بيشتغل، تلاقيها بترضع، بينزل لها شويه ايه؟ شويه ميلك. يعني بتلاقي في ميلك مع ديسشارج الدم نازل، في ميلك نازل من صدرها، وده اسمه ويتش ميلك او لبن الساحرات. كل ده بسبب الهرمون اللي جاي لها من مامتها عامله كل الحوار ده كله. طب يا دكاتره بيفور بيوبرتي في التشيلدرن، مين يقول في التشيلدرن هنا يا دكاتره؟ لو حصل بليدنج فكر في ايه؟ افكر في حاجه بتحصل بشوفها كتير جدا جدا. بنتي يا عيني كده طالعه تجيب لي حاجه من فوق الدولاب، واقفه على حرف ايه؟ حرف السرير. اوبا تقوم عامله بصوا الحركه دي، تقوم ايه واقعه ايه كده ايه؟ واقعه على مين؟ على الفالفا، على حرف السرير. بقابلها كتير قوي على فكره، كل شويه تجي لي حاله زي كده، نقعد بقى نظبط بقى في الدنيا بقى. متقطعه متبهدله، تحصل لها بليدنج، تروما، كومن جدا. طبعا الحمد لله في حاجه مش منتشره في مصر، شفت الطفله زينه دي اللي بنبص عليها يتقطع قلبنا كده؟ الحمد لله مش منتشره في مصر الكلام ده، مش منتشر الكلام ده يا جماعه، بيحصل كده ناس سايكولوجيكالي ديستربت. اجانب عندهم القصه دي منتشره جدا. منتشره جدا اجانب والجايز والليسبيانز، الدنيا وحشه قوي، لكن مصر لا الحمد لله، مصر محفوظه الحمد لله رب العالمين. معايا؟ فتلاقي في ساعات كده بتحصل كل حين ومين كده، يقول لك بواب فراش مع طلبه المدرسه، بتحصل ساعات ناس سايكولوجيكال ديستربت كده. او زي قصه زينه، تجي لك يعني بنت كده تمام، في سيكشوال اسولت عليها بقى، عندها مشكله كده. بس في حاجه حلوه الحمد لله ربنا خلقها للبنات، ان لما يكون الفالف عندها الهايمن وهي صغيره يبقى الهايمن جوه، صعب قوي يتعور، صعب جدا. يعني انا ما شفتش في حياتي ولا بنت تعور وعندها الهايمن، بالرغم ان في سيكشوال اسولت وفي تروما، هي بيبقى ديب ما بيتعورش، ولو حتى حاجه راح صغير بيلم على طول، بتبقى زي الفل بعد كده، ما فيش اي حاجه. يعني هو بس جاست بس حته سايكولوجيكال، لكن لو البنت نسيتها خلاص الموضوع ما بيعملش اي فكره، بتكبر باذن الله خالص. طيب في دكاتره برضه في تشيلدرن اهم سبب للبليدنج ايه؟ مين كان هيقول لي؟ والله بجد علي يقول لي اهم سبب للبليدنج في تشيلدرن، اهم سبب جدع فورين بادي. طب مين يقول لي؟ سؤال الاستاذ الدكتور مدحت عبد الهادي، ما هو الموست كومن فورين بادي؟ منديل كلينكس اللي بيتباع في الاشارات اللي هم ال 10 ب 10 دولت، واخدين بالكم؟ المنديل المهبب ده اللي هو مفيش منديل اصلا، تايك كده مع الميه بيفرول، يخش جوه الفاجينا يعمل لها انفلاميشن. لا بلاش المنديل التعبانه دي، بلاش المنديل اللي هي الرخيصه دي، لا مع البنات لازم يبقى ايه؟ مناديل كويسه. طب ايه تاني غير تروما؟ انفكشنز. معايا مصطفى؟ انفكشنز برضه. اقول لك بقى على حاجه حلوه جدا، خلي بالك يا جماعه في الانفكشنز، ان هو في الاطفال الصغيرين تبقى ريزيستنت. عارفين ليه؟ مين يقول لي؟ جاي يقول لي ريزيستنت انفكشن ليه في الاطفال الصغيرين؟ ليه تبقى ريزيستنت قوي ليه؟ علشان الكاتب ما فيش اي ريزيستنس عندها، ولا في اسينتي ولا في حاجه، ولا بتني ام فيري ثين. عايز اديكم بس يا جماعه البنات، عايز اقول لهم نصيحه عشان خاطر لاولادهم بقى، عشان ما يحصلش فيها انفكشنز. في غلطه بتحصل فيري فيري كومن، الناس كلها بيغلطوا فيها، ويبقى عندهم البنات عندها صغيرة عندها انفكشن وعندها هرش باستمرار وعندها ديسشارج، ومحدش بياخد باله من القصه دي خالص. عايز اديلكم بقى افهمها لكم بقى. اي واحده تجي لك بنتها الصغيره عندها ديسشارج كده بالمنظر ده كده، تمام، قول لها انت بتنضفيها ازاي؟ بتمسحيها ازاي بعد التواليت ازاي؟ بعد التواليت. بص يا جماعه، دايما بعد التواليت الفيميل غصب عنها كده، يعني ايه كده بالطبيعه كده، بتقوم ايه خليها بنتها قصادها معايا كده، وتقوم جايبه منديل وتقوم ماسحه البنت من قدام لورا بحركه الفليكشن دي الطبيعيه جدا. مفيش حد يعمل كده، كده صعبه، لازم فليكشن كده، تبقى بنت قدامها طبيعي. دي غلطه. ليه؟ بتجيب من ورا على قدام، من الانس على الفالفا، ممنوع. لازم بتعمل ازاي؟ تقوم قلب البنت واخده بص ظهر البنت وتمسح من قدام على ورا، يعني من الفالفا للانس، عشان دي البور هايجين ده بيعمل انفكشن في بنات صغيره كتير جدا جدا جدا، وما تاخد مضادات حيويه وتاخد برضه مفيش فايده، ما بتخفش. ليه؟ كل مره ما بتغلط نفس الغلطه، لان هي بتجيب من ورا لقدام، لازم من قدام لورا. هذا الهايجين مهم جدا. البور هايجين من الاسباب المهمه قوي، ما حدش واخد باله منها خالص. لكن ده لازم تعلمه لاي فيميل كده، اي ست كده تنضف بنتها ازاي. ممكن تيومرز. نعم يا دكتور محمد، تيومرز.
في سن صغير عن سنتين ثلاثه في تيومرز، اقول لك في ساركوما بتحصل في الاطفال الصغيره، ساركوما بتدمر البنت عن ثلاث سنين، وحشه قوي 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 قوي. شباب انا عايز اسال سؤال، البيري مناركل والبيري منابوزل اراوند بيبر ده منابوز، البيري مناركل بيري منابوزل ايه الموست كومن؟ هو كل الاسباب تشتغل جنرال ولوكال وكونسبشن وكونتراسبشن، لكن الموست كومن ايه هنا؟ موست كومن في لما بتبدا ولما بتنتهي، في البدايات والنهايات. الموست كومن دكاتره والاوفري بيسخن مع زي كده، فريق بقى نازل بقى برشلونه بينزل يلعب الماتش، تلاقي في اول شوط كده عمال ايه اول خالص تلاقيه بيشوط الكره في السماء كده في المدرجات، وفي اخر ماتش برده تلاقيه برده نفس القصه، لكن في النص ايه؟ لعيب، في النص لعيب، في الاول وفي الاول بيبقى في ديسفانكشنال يوتراين بليدنج، وهو بيسخن وبيفنش تعبه، وهو بيسخن اوفري وهو بيفنش بيتعب فبيهبل، واخدين بالكم؟ بيشتغل شغل اي كده، لكن في النص شغال 10 10. فالموست كومن بيري بيبرتل وبيري مناركل وبيري منابوزل، بيري بيبرتل او بيري مناركل وبيري منابوزل، الموست كومن هو dysfunctional uterine bleeding. طب لو جات لك سؤال الاستاذ الدكتور ايمن ابو النور يقول لك ايه الموست كومن كوز اوف بليدنج ديورينج تشايلد بيرينج بيريود؟ هو حد يقول تشايلد بيرينج هو تشايلد هود، دي غير دي خالص، تشايلد هود ديت تشايلد بيرينج بيريود يعني بيت between puberty and menopause. ايه الموست كومن كوز بين الاثنين، بين البيوبرتي اند منوبوز، فدي الفتره من العمر، ايه الموست كومن كوز؟ اما تجيلي في ميل كده بتنزف عندها 30 سنه اقول لها اول سؤال ايه؟ انت حامل؟ تاني سؤال لا ده مش حامل، طب ايه وسيلتك؟ يبقى هنا اول سؤال عندنا او اول سبب مهم جدا هو conception. تاني سؤال contraception، يا conception يا contraception، اي حاجه كده شغال، ينفع dysfunction ينفع dysfunction، ينفع جنرال ينفع جنرال، لكن اهم سببين كونسبشن او كونتراسبشن. اخر حاجه بقى، لو واحده عجوزه قوي جت لنا في البوست منابوز، بوست منابوز ايه بقى الاسباب بقى؟ واحده عجوزه قد يكون عندها جنرال ديزيز، زي ايه مثلا؟ عندها دكاتره رينال فيلير، ليفر سيل فيلير، هايبرتنشن فيري كومن، هايبرتنشن، هارت فيلير، الحاجات دي كلها اندوكراين ديس اوردر يعملها بليدنج. يعني دكاتره هنا من اسباب مهمه جنرال، جنرال واحده سنها كبير يبقى عندها هارت فيلير، عندها رينال، عندها ليفر ديزيز، مهم قوي. شباب جنرال او لوكال؟ اللوكال ده بقى ده الموست كومن والموست امبورتنت. يعني ايه يا دكتور كام دوت؟ يعني ايه موست كومن؟ يعني ده اكتر سبب. عارفين ايه اكتر سبب الواحده بتنزف عندها 70 سنه؟ ان الدكاتره عندها الانديميتر بتاعها مقشف، النيل بتاعها مشقق زي الارض مشققه، الانديميتر بتاعها اتروفيك، اتروفيك اندوميترايتس. في السن الكبير البوست منابوزال ذا موست كومن، ذا موست كومن از اتروفيك اندوميترايتس، الانديميتر مشقق، الانديميتر مقشف زي الارض مشققه، تنزف اتروفيك ما عندهاش هرمونز خالص، حصل اتروفي اوف اندوميتريوم، الموست كومن اتروفيك. الموست دينجرس الموست امبورتنت قلت من شويه كانسر اندوميتريوم. برافو عليكم. احنا خدنا قول مقصور من شويه ولا ما خدناش؟ خدنا قول مقصور، مش هو ده ايه القول مقصور خدناه من شويه؟ اني كيس اوف كونتاكت بليدنج از كونسيدرد كانسر سيرفكس. القول الثاني اني كيس اوف بوست منوبوزال بليدنج، any case of post menopausal bleeding، اي حاله post menopausal is considered cancer endometrium till proved otherwise، contact bleeding cancer cervix، post menopausal cancer endometrium، cancer cervix contact، cancer endometrium post menopausal، اي حاله post menopausal bleeding تعتبر cancer endometrium till proved otherwise. ده الموست كومن والموست امبورتنت، مهم قوي يا جماعه. الموست كومن اتروفيك اللوكال، الموست امبورتنت هو كانسر مين؟ اندوميتريوم. في امريكا اتش ار تي كمان سبب تاني، في مصر طبعا اتش ار تي ده دكاتره في مصر ما حدش بيستخدمه عندنا، لان المصريين على فكره يعني ايه يعني هم يعني مسلمينها لله يعني، واخدين بالكم؟ بره طبعا بقى عايزين الست بقى ايه تبقى اكتف بقى وسكشوالي اكتف وحلوه لغايه بقى، لكن لا هو الطبيعي مش كده.
طبيعي ما بقاش كده. طبيعي لازم يا دكاتره كل حاجه ليها ان اند، يعني هيفاء لازم تهد صح، سما المصري لازم تهد في يوم من الايام معايا. ومن تاني صافي ناس، صافي ناس ما هو ده. لا دي مش هتهد خالص، ما عادي ما بتهدش معايا دكاتره. فلازم كل واحد تهد، يعني لازم يوصل لها ان اند، لازم ليها ان اند. فهنا يا دكاتره هنا الاجانب عايزين ياخدوا اتش ار تي عشان يضلوا حلوين على طول. طبعا ممكن يعمل لها بقى كده مشاكل ويعمل لها بليدنج بعد كده. اخر حاجه اقول لكم عليها لما نمشي يا دكاتره عشان تستمتعوا بالاجازه بقى، ست عيني كبيره عجوزه يا عيني لعبت عندها صحه، فيها ست غلبانه عندها 70 سنه، سمعت صحه لعبت على اندر وير في بليدنج، يفتح ايدها كل مره البشرنا بليدنج، ما تعرفش المرات اللي عندها دكاتره ده صحه جديده، كانسر جوه او ستون، كانسر ريكتوم او بايلز او فيشر عملها بليدنج. يا ابني جيت عيانين على انهم كانسر ديميتريان بوست منبوزال، وبالانفستيجيشن نكتشف ان هي عندها المره دي كانسر ريكتوم هو اللي عامل بين دوت، او عندها كانسر بلادر، او عندها ستون في البلادر، او عندها بايس، او عندها فيشرز، يعني عندها اكسترا جينيتال كوز ميس دايجنوز على انه جينيتال بلين. دايما بيجي لك اي واحده برضه فكر في جنبك بلادر وفي جنبك ريكتوم، ممكن يكون البلين جاي من هذه الاماكن غير الفاجينا. اجازه سعيده ان شاء الله دكاتره، ومعانا باذن الله المسافر الجاي باذن الله.